كمامتك سلامتك وسلامة وطنك، هذه معلومة لازم الكل يفهمها. يوم في التزام أكثر يعني يوم أقرب للاحتفال بنهاية الوباء. خلينا ناخد التعقيم نمط حياة لحياة صحية أكثر، وبكفي استهتار. كون مسؤول، هذه صرخة من مجموعة أهل لتعزيز السلم الأهلي، المنفذ من قبل مؤسسة أكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية، وبدعم من مؤسسة التعاون الألماني GIZ.